توافق مصري صيني على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والرئيس السيسي يؤكد أن مبادرة الحسام والطريق تتكامل مع جهود مصر التنموية. الرئيس السيسي يشارك غدا في القمة العربية الصينية الأولى بالرياض، ويبحث على هامشها المستجدات الإقليمية مع نظرائه العرب. للمرة التاسعة النواب اللبناني يفشل في اختيار رئيس جديد للبلاد، وبري يدعو للتوافق لحسم اسم الرئيس. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه للعمل المشترك خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين. كما التقى الرئيس السيسي أيضا رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التطرق لمجمل العلاقات الثنائية، فضلا عن متابعة المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى، والتي تعقد بالرياض بعقد جلسة مباحثات هامة مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تقدم بالتهنئة مجدداً على إعادة انتخاب الرئيس شي جين بينغ مؤخراً أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني لفترة ثالثة، معرباً سيادته عن الثقة في استمرار الصين في المضي قدماً على طريق التنمية تحت قيادته، والتطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصة في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني، مؤكداً سيادته حرص مصر على تطوير التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، سواء في الإطار العربي الجماعي أو في الإطار الثنائي من خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين. من جانبه قدم الرئيس الصيني التهنئة للسيد الرئيس على التنظيم المصري الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذي حققته، مؤكداً أن بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر وتسعى دائماً للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالرياض السيد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، وتطرق اللقاء للتباحث بشأن سبل دعم التعاون بين مصر والعراق، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الرئيس السيسي سيتضمن عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في القمة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية التي تعقد بالعاصمة الرياض. ولدى وصول السيد الرئيس مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كان في استقبال سيادته الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،
وكبار رجال الدولة وتأتي ظروف انعقاد القمة في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول السياسية للعديد من الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية. وتمثل القمة محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية تعد حدثا تاريخيا بكل المقاييس، وتعكس ثقل المنطقة العربية في النظام الاقتصادي الدولي. وأضاف أبو الغيط في تصريحات صحفية أن ذلك الحدث يمثل إدراكا مشتركا من الصين والدول العربية لما تقتضيه اللحظة الحالية التي تشهد أزمات عالمية متوالية وممتدة الأثر، مما يحتم مدى جسور التواصل والعمل المشترك لإيجاد مبادرات فعالة للتعامل مع الواقع، واقع الأزمات وتخفيف أثرها على الشعوب، فضلا عن توظيف الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين العربي والصيني لتحقيق الازدهار المنشود. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أهمية القمة العربية الصينية الأولى والتي ستعقد غدا في مدينة الرياض في ظل تحديات غير مسبوقة على المستوى العربي والدولي في تعزيز التعاون والتكاتف والشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والدول الصديقة لها لمواجهة هذه التحديات. وأعرب العسومي عن ثقته في أن هذه القمة ستمثل نقطة تحول جوهرية في تحقيق تطلعات الشعبين العربي والصيني في التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية تحكمها العديد من المصالح المتبادلة فضلا عن الانتماء الحضري المشترك. تحتضن الرياض قمة تجمع بين الدول العربية والصين بهدف دفع مسيرة التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب. وتكتسب القمة العربية الصينية أهمية كبيرة في ظل الظرف الدقيق الذي تشهده الساحة العالمية. أهمية كبرى تحملها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية، والتي وصفتها بكين بأنها أكبر وأهم نشاط دبلوماسي بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وأنه سيصبح حدثاً تاريخياً في تاريخ تطور العلاقات بين الصين والدول العربية. وبخلاف عقد قمة سعودية صينية وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، إلا أن الزيارة الخاصة بالرئيس الصيني تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات بعد إطلاق المرحلة الأولى مع إنشاء منتدى التعاون الصيني العربي في عام 2004 وإعلان مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، حيث ترسم تلك القمم خارطة طريق قادمة للتعاون في مجالات سياسية واقتصادية وتقنية وعلمية. ويتصدر جدول أعمال القمم الثلاث الاهتمام بتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والكفاية الذاتية لضمان مواجهة تكرار الأزمات بشكل أفضل، فضلاً عن تعزيز التعاون في التحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر. وكالعادة يكون حجم العلاقات الاقتصادية هو ترجمة للعلاقات السياسية بين الدول، فإنه من المتوقع أن تشهد القمم دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، حيث ترسم القمم خطط العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي والصين ما بين عامي 2022 و2025، فضلاً عن أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار، وتوقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، مع إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين. وكعادتها في الآونة الأخيرة تسيطر الأزمة الأوكرانية على معظم الاجتماعات والمحافل الدولية. تسعى القمة العربية الصينية إلى إطلاق موقف موحد من الأزمة في أوكرانيا يهدف في المقام الأول إلى دعم التسوية السلمية.
العلاقات المصرية الصينية في تطور وازدهار مستمر ودائم، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. فقد بلغت التجارة البينية بين مصر والصين نحو 15 مليار دولار. العلاقات المصرية الصينية تمثل قاعدة راسخة ونموذجية للعلاقات العربية الصينية، حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية عام 1956، ليمر 66 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. القاهرة تعد من أولى الدول التي طالبت بحق بكين في استعادة مقعدها بالأمم المتحدة، في حين كانت الصين من أوائل المؤيدين لقرار مصر بتأميم شركة قناة السويس. وخلال حرب أكتوبر عام 1973 أيدت الصين حق مصر في استعادة أراضيها المحتلة، لتستمر العلاقات المصرية الصينية في تطور وازدهار من خلال التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عام 1999، كما تم في عام 2004 الاتفاق على تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي. وعلى مستوى العلاقات المصرية الصينية، بلغت التجارة البينية بين البلدين نحو 15 مليار دولار، لتسجل قيمة الصادرات المصرية للصين 1,500,000,000 دولار خلال 9 أشهر من عام 2022، ولتحتل الصين مرتبة متقدمة في قائمة المستثمرين في مصر منذ عام 2017، ولتكون سادس أكبر مستثمر في مصر. كما أن هناك أكثر من 140 شركة صينية في مصر، 55% منها يركز على المشروعات الصناعية، و20% يركز على البناء، و12% يركز على الخدمات. وفي المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس، تبلغ قيمة الاستثمارات الصينية في المنطقة حوالي 230 مليون دولار. وتتواصل العلاقات المصرية الصينية لتحقيق المصالح المشتركة سياسياً واقتصادياً على المستويين القيادي والشعبي. أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أهمية إنشاء مشروع السودا أش ومشتقاتها، الذي يهدف إلى إنتاج مادة كربونات الصوديوم لتلبية احتياجات السوق المحلية والحد من استيرادها من الخارج، لافتا إلى ضرورة توحيد الجهود في هذا الملف. وخلال اجتماعه مع وزير البترول وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج السودا أش ومشتقاتها، أكد مدبولي أن الحكومة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع المهم. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض محافظة دمياط في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والتأكد من التزام تلك المشروعات بجودة التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها وصولا لدخولها الخدمة، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها. جاء ذلك خلال اللقاء رئيس الوزراء بمحافظ دمياط لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي عقد في أكتوبر الماضي، واستهدف التوافق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة. وفي هذا الإطار أوضح مجلس الوزراء أنه تمت موافاة الوزارات والجهات المعنية بجميع الوثائق الخاصة بالمؤتمر، متضمنة توثيقا للتوصيات المنبثقة عنه، كما تم تشكيل أمانة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كما قام المركز بتطوير عدد من اللوحات المعلوماتية التي تتيح لمتخذ القرار متابعة التوصيات الجارية والمنفذة موزعة على المحاور الاستراتيجية والقطاعات، وكذلك الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تلك التوصيات. صدق الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2023. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2023. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة
أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، والتي سيتم استقبالهم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20 من ديسمبر 2022. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي tajneed.mod.gov.eg، ومن خلال رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15499. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 811 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 127 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 651 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 32 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 916 قضية، من بينها 237 قضية خبز ناقص الوزن و236 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كشفت وزارة الداخلية غموض اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة وتمكنت من ضبط الجناة، كما كشفت ملابسات واقعة الاختطاف التي تتعلق بالإتجار بالمواد المخدرة وتمكنت من ضبط مصنع لتصنيع مخدر الباودر. وعلى صعيد أمني آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 يتاجران بالأسلحة النارية بالجيزة وبحوزتهم كمية من الأسلحة. بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من أحد المواطنين أفاد مشاهدته مجموعة من الأشخاص يقومون باختطاف قائد إحدى السيارات حال توقفه ولاذوا بالفرار تاركين السيارة قيادته. وفي وقت لاحق حضر للقسم المجني عليه مصابا بجروح متفرقة وأيد ما قاله الشاهد. أنا كنت راكب عربية جيب ركنتها، وأول ما نزلت جت ناس قعدوا يضربوا فيها في الشارع وخطفوني، خدوني في مكان زراعة كبير قعدوا يضربوا فيها هناك. مش انت المطلوب، ضيعت علينا كل حاجة احنا عملناها. بعد كده نزلوني تحت دائري، وبعد كده جيت على القسم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عاطل ارتكبها بالاشتراك مع آخرين لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجني عليها حول الإتجار بالمواد المخدرة، فخطط لاختطافه، إلا أنهم عن طريق الخطأ قاموا باختطاف المجني عليه ظنا منهم أنه مالك السيارة، وعقب اكتشافهم ذلك قاموا بتركه ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهم. حسنا أنا كان لي عندي إسلام ده 600,000 جنيه فلوس مخدرات، ما كنتش عارف أوصل له، وبعد كده لما وصلت له ما كانش راضي يديني فلوسي، مش أنا ولا العربية بتاعته، على أساس إن هو اللي جواه لقينا واحد تاني اللي جواه، ضربناه وخدناه معانا وديناه الجيزة وسبناه في الجيزة وروح. واقعة الاختطاف التي تم ارتكابها لخلافات حول الإتجار بالمواد المخدرة قادت الأجهزة الأمنية للبحث وراء طرفي الواقعة وتتبع خطوط السير واستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما قاد إلى وجود شقة سكنية يتخذها عناصر التشكيل مقرا لممارسة تجارتهم بالمواد المخدرة. تم استهداف الشقة بمأموريات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنجح الأجهزة الأمنية في الكشف عن أن عناصر التشكيل يتخذون هذه الشقة وكرا لتصنيع المواد المخدرة بخاصة مخدر البودر، وتمكنت من ضبط كمية من مخدر البودر ومستلزمات تصنيعه تزن 2 كيلوغرام ونصف الكيلوغرام وكمية سائلة من ذات المخدر، فضلا عن الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع وأسلحة نارية وبيضاء. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2,500,000 جنيه. وفي سياق أمني آخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة حال استقلالهما سيارة
بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وبتفتيش السيارة عثر على أسلحة نارية مخبأة بمخزن سري تم إعداده بالسيارة. وتم ضبط 81 بندقية خرطوش، وأقر المتهمان بحيازتهما هذه الأسلحة بقصد الإتجار بها واستخدام السيارة المضبوطة في تنقلاتهما ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامي. فشل البرلمان اللبناني للمرة التاسعة في انتخاب رئيس الجمهورية رغم شغل المنصب منذ أكثر من شهر، واقترع 39 نائبا بورقة بيضاء فيما حصل النائب ميشيل معوض على 39 صوتا. وحدد رئيس البرلمان نبيه بيري الذي دعا للحوار للتوافق على اسم مرشح موعدا لجلسة جديدة الخميس المقبل، ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله فرض مرشحه. وإلى العراق، حيث أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق على خلفية تفريق قوات الأمن لاحتجاجات في الناصرية ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة آخرين. كما أصدر رئيس الوزراء العراقي توجيها لوزير الداخلية بإقالة قائد شرطة الناصرية. وكانت الشرطة العراقية قد ذكرت أن محتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة مما أدى إلى إصابة 11 على الأقل، فيما أفادت مصادر طبية بإصابة 16 شخصا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس إن القانون الانتخابي يمنح الهيئة السلطة التقديرية والصلاحية في إلغاء النتائج التي يحصل عليها الفائزون حال رصد ما يثبت التأثير على الانتخابات بالمخالفة للقانون. وقال رئيس الهيئة خلال إشرافه على عملية نقل بطاقات التصويت الانتخابية من المقر الرئيسي بتونس العاصمة إلى الهيئات الفرعية بالولايات إن الهيئة ووحدات الرصد التابعة لها تواصل متابعة كل المخالفات الانتخابية المرتكبة، مشيرا إلى أنه تمت إحالة عشرات المخالفات إلى النيابة العامة وتتولى الإدارة القانونية بالهيئة متابعتها. هذا ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في 17 من ديسمبر الجاري. ما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. بوتين يواصل ضرباته على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة ويؤكد أنها تأتي ردا على انفجار جسر القرم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي أصابتها صواريخ سابقة متسببة في انقطاع كبير للكهرباء والمياه مع تدني درجة الحرارة في الشتاء. واعتبر بوتين أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضرار بجسر القرم الذي أنشأته روسيا وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف. كذلك ألقى بوتين باللوم على كييف في نصف خطوط كهرباء محطة الطاقة النووية في كورسيك وهي منطقة روسية على حدود أوكرانيا. Для меня, для всех наших сограждан, каждый из вас. قالت الرئاسة الروسية إن الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا أراد الرئيس الأوكراني زيلينسكي ذلك. تصريحات الكرملين جاءت ردا على توقع القيادة الأوكرانية انتهاء الحرب خلال العام المقبل، وردا على سؤال عن أهداف الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ما زال يتعين عليها تحرير أجزاء من مناطق دونتسك ولوهانسك وخرسون وزابوريجيا، كما أقر الكرملين بوجود خطر من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني يواصل شن هجمات إرهابية هناك. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025. وأوضحت زاخاروفا أن واشنطن ترغب في إقناع الكونغرس الأمريكي بتضمين مساعدة إضافية لكييف بنحو 37 مليار دولار لعام 2023. وشددت زاخاروفا على أن العقد الأمريكي الذي تم توقيعه في نهاية نوفمبر الماضي مع شركة رايثون مقابل 1.2 مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوي لكييف يتناسب مع نفس المنطق. قال المستشار الألماني أولاف تشولتس إن استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسلحة النووية في إطار عملياته العسكرية في أوكرانيا تضاءل استجابة لضغوط المجتمع الدولي. وأضاف المستشار الألماني أنه كان من المهم أن يستمر الحوار مع الكرملين، مشددا على أن الرئيس الروسي عليه وقف الحرب وأن يكون مستعدا للتحاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن التسلح في أوروبا، مؤكدا أن بلاده من أكبر الداعمين لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة بما يشمل إمدادات الأسلحة. Das Verhältnis von Kosovo und Serbien ist es in der Tat so. دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان من أجل السلام في أوكرانيا. وأضاف بابا الفاتيكان أن السلام ممكن وكذلك نزع السلاح داعيا الجميع للصلاة من أجل أوكرانيا. per compiere il tradizionale atto di omaggio e di preghiera ai piedi del monumento all'Immacolata. Vi chiedo di unirvi spiritualmente a me in questo. قالت وزارة روسيا الخارجية أنها أطلقت سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر مقابل إفراج الولايات المتحدة عن مواطنها فيكتور بوت في صفقة تبادل سجناء. وذكرت وكالة أنباء روسية أن صفقة المبادلة تمت في مطار أبو ظبي. أعلنت وزارات الخارجية السعودية والإماراتية نجاح الوساطة التي قادها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية. وأكد بيان صادر عن الوزارتين أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وللدور المهم الذي تلعبه قيادة البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف. أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بفشل واشنطن في تحرير السجين بول ويلن المسجون في روسيا على عكس لعبة كرة السلة بريتني جرينر، لكنه تعهد بعدم التخلي أبدا عن مساعي الإفراج عنه. وأضاف بايدن أن بلاده تتعامل مع موسكو في قضية بول بشكل مختلف عن قضية بريتني، ورغم فشله في تأمين الإفراج عن بول إلا أنه أكد عدم التخلي أبدا عن مساعي الإفراج عنه. أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان وما يزال نقطة تحول بالنسبة للجميع،
وقالت الوزيرة الألمانية إن بلادها تواصل العمل مع بريطانيا بشكل جيد وثقة على المستوى الثنائي، وكذلك في منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة ومجموعة السبع من خلال حوار استراتيجي رسمي بين بلدينا. كشفت رابطة سيارات عن الركاب الصينية كشفت أن مبيعات سيارات الركاب في الصين بلغت 1.67 مليون وحدة في نوفمبر، منخفاض بنسبة 9.5% على أساس سنوي. وتوقعت الرابطة الصينية أن يسرع المستهلكون للشراء في الهيئة العامة قبل انقضاء أجل الدعم الحكومي وخفض ضريبة الشراء. وانخفضت مبيعات السيارات في نوفمبر لأول مرة منذ مايو على الرغم من التحفيزات الحكومية في الشهور الماضية بسبب استمرار فرض الكثير من قيود مكافحة كورونا في الشهر الماضي، الأمر الذي قوض الطلب وأنشطة الإنتاج. توقعت شركة عالمية عاملة بالمجال السياحي أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران على مسارات رئيسية بنسبة تصل إلى 25% في 2023 في ظل ارتفاع أسعار الوقود والدولار ونقص العمالة والطائرات. ومن المتوقع تسجيل أكبر الارتفاعات في الدرجة الاقتصادية بين أستراليا وآسيا وفي درجة رجال الأعمال على الرحلات الداخلية الأسترالية وتلك المتجهة إلى نيوزيلندا، وكذلك الخاصة بالدرجة الاقتصادية على الرحلات بين آسيا وأوروبا. وسترتفع تكلفة الدرجة الاقتصادية على الرحلات داخل أمريكا الشمالية بنسبة أقل تصل إلى 3% وداخل أوروبا 5.5% مع تعويض التخفيضات التي طرأت على السعة خلال فترة الجائحة. اختتمت بورصة الخليج الرئيسية تعاملاتها على تباين، حيث تعافت أسعار النفط من أدنى مستويات لها خلال العام على الرغم من أن المخاوف الاقتصادية ما زالت تلقي بظلالها على المشهد العالمي. وعوض المؤشر السعودي خسائر سابقة في الجلسة ليختتم التعاملات على ارتفاع بنسبة 6.6%. وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 7.1%، ونزل المؤشر في أبوظبي 6.1%، وفي البحرين تراجع المؤشر 1.1%، بينما صعد المؤشر ببورصة الكويت ليرتفع بنسبة 4.1%. قالت الاستخبارات الألمانية أنها وجهت ضربة قوية للمجموعة المسلحة من تنظيم مواطني الرايخ اليمينية المتطرفة، مشيرة إلى أنهم يمتلكون ترسانة أسلحة غير مشروعة. هذا وتتوقع السلطات الألمانية تنفيذ المزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة على صلة بالجماعة اليمينية المتطرفة. وأكد الادعاء أنها كانت تستعد لقلب نظام الحكم باستخدام العنف من أجل تنصيب فرد سابق من عائلة مالكة ألمانية كزعيم للبلاد. وقال وزير الداخلية في ولاية تورينغن بشرق ألمانيا جورج ماير إن السلطات اعتقلت 25 من أعضاء الجماعة وأنصارها في مداهمات شارك فيها نحو 3000 من قوات الأمن، ووصفها ماير بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث. تنضم كرواتيا اعتبارا من يناير المقبل إلى منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر وعملية التفتيش على الحدود بين الغالبية العظمى للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بعد حصولها على دعم بالإجماع. جاء ذلك بعد مناقشة وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل لضم بلغاريا ورومانيا وكرواتيا لمنطقة شنغن. وكان كارل نيهامر المستشار النمساوي قد أكد أن حكومته على استعداد لضم كرواتيا، ولكنها ستصوت ضد انضمام رومانيا وبلغاريا لأسباب تتعلق بالهجرة غير المنظمة. Strong support.
انتخب السناتور الأمريكي تشاك تشومر بالإجماع لولاية أخرى كزعيم للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، حيث يقود أغلبية من 51 مقعدا لحقبة جديدة من الكونغرس. والتقى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في اجتماع مغلق في الكونغرس لاختيار فريق قيادتهم للدورة الجديدة التي ستبدأ في يناير المقبل. أدت نائبة الرئيس السابق لبيرو دينا بولوراتي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد بعد إقالة الرئيس بيدرو كاستيو من منصبه. وتصاعدت الأزمة السياسية في بيرو بين الرئيس اليساري بيدرو كاستيو والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، لينتهي الأمر بعزل كاستيو من منصبه قبل أن تعتقله الشرطة. هذا وقد صوت البرلمان على عزل كاستيو بتهمة العجز الأخلاقي بأغلبية 101 نائب من أصل 130 في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر، لتعلن الشرطة البيروفية بعد ذلك اعتقال كاستيو الذي وصفته بلقب الرئيس السابق. انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ بتكليف من رئيس الجمهورية لخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة. وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، وهي توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة. افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الدورة الدولية العلمية المتخصصة لأئمتي ووكلائي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر. وفي كلمته أكد وزير الأوقاف أن الهدف من هذه الدورات هو تبادل الخبرات بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارات الأوقاف بالدول الإسلامية. وأضاف وزير الأوقاف أن الثوابت لا مساس بها لا عقيدتيا ولا تعبدا ولا تعبديا. تأتي هذه الدورة المخصصة لائمة وقيادات ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر لعدد 19 إماما وقياديا ووكيل أوقاف هنا في أكاديمية الأوقاف. وهنا هذه الدورة تقوم على جانبين، أولا تجربة الأوقاف في مجال الدعوة والفكر الوسطي، وتجربة الأوقاف في إدارة مال الوقف. هذا الوفد يضم مجموعة من القائمين على شؤون الأوقاف للاستفادة من التجربة المصرية في إدارة مال الوقف وفي مجال الدعوة. بنتمنى لهم كل التوفيق. جئنا لنحمل رسالة محبة من الجزائر إلى بلدنا الثاني مصر، رسالة أخوة، رسالة تشارك وتبادل خبرات، وهو المجال الذي فتحته لنا هذه الأكاديمية، أكاديمية الأوقاف الدولية، التي نرى فيها بعدا جديدا لبعث التشارك وتبادل الخبرات وتبادل المعارف الدينية وحتى الاقتصادية والقانونية المتعلقة بمجال الأوقاف. هذا الذي ننتظره من خلال هذه الدورة. انطلقت أولى فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية في مصر. شاركها في جلسات المنتدى نخبة من الخبراء تشمل ممثلين عن الجهات الرسمية والأكاديميين والخبراء المختصين
وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل التداعيات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة على أوضاع السياسة المالية في العديد من دول العالم، إلى جانب الجهود المبذولة في مصر على صعيد تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية. طرحت أفكار كثيرة بالمناسبة، يعني طبعا لا داعي لتكرارها، لكن عايز أقول أنه التوقيت مهم جدا، بيأتي على عشية اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي يتوقع في 16 ديسمبر، وبالتالي يكون إحنا نقلب الأفكار بحيث أنه ونحن نتعامل مع الصندوق يبقى عندنا اللي أنا بسميه رؤية خاصة بنا. الصندوق له رؤية تهمه ماشي، لكن انا عايز كمجتمع وكبلد يبقى عندي رؤيه خاصه بي، فده قيمه اللقاء بتاع النهارده. انطلقت اعمال المؤتمر الدولي الاول لتطبيقات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بالغردقه، وياتي المؤتمر بدعم ورعايه وزاره البحث العلمي وجامعه الصداقه الروسيه والجمعيه الجغرافيه السعوديه، حيث يشارك في المؤتمر لفيف من دول العالم. ويهدف المؤتمر لنشر احدث الافكار والابحاث والتقنيات الحديثه وتبادل الافكار والرؤى في مجال الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. المؤتمر دوت بيهتم باستخدام صور الأقمار الصناعية في التنمية المستدامة وأجهزة الإشعار الأرضية، والمؤتمر دوت بيحضروا النهاردة كوكبة من العلماء المتخصصين في هذا المجال، وأيضا بيحضروا عدد كبير جدا من الشركات الكبرى. تفقد وزير التنمية المحلية هشام أمنة ومحافظ أسوان أشرف عطية مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كومامبو ضمن 19 مشروع للإدارة المحلية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي سيتم تنفيذه بنسبة 75%. ويعد مشروع مجمع مواقف مدينة كومامبو من أكبر المواقف التي تقام في إطار المبادرة، ويضم موقف لسيارة السيرفيس حيث يستوعب 232 سيارة ميكروباص بجانب منطقة الخدمات، والتي ستشمل 19 محلا تجاريا ومكتبا إداريا، فيما سيضم المشروع أيضا إنشاء موقف الكافور للسيرفيس ليستوعب 200 سيارة سيرفيس، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التي ستضم 17 محلا تجاريا وكافيتيريا ومكتبا إداريا. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية التربية جامعة المنوفية ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكدت المؤسسة أهمية العمل الجاد والإخلاص في العمل التطوعي وما له من أثر إيجابي يعود على الفرد والأسرة والمجتمع، ومشيدة بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تشهده مصر من نهضة شاملة وتنمية في مختلف المجالات، وحث الطلاب والطالبات على ضرورة بذل الجهود والعمل والاجتهاد في رفعة الوطن وسلامة أراضيه. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية غمصة شرق التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن قافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. موجود
موجودين النهارده في قريه جمصه التابعه لمركز كفر البطيخ. خوف العلاجيه من الخدمات المميزه جدا لوزاره الصحه كونها بتقاس بحاجتين اساسيتين، اولا مجانيه الخدمه تماما بدايه من قطع التذكره وحتى انتهاء الخدمه. الحاجه الثانيه كمان ان هي بتوصل للمواطنين لحد عندهم، كونها ان هي بتستهدف الاماكن البعيده عن المستشفيات المركزيه، وده بيخلي الخدمه اسهل واوفر في الوقت والمجهود، خصوصا على كبار السن واللي مش بيقدروا يوصلوا لاماكن تقديم الخدمه بسهوله. القافله فيها 12 عياده تخصصيه زائد عياده تنظيم الاسره. القوافل الطبيه اللي بتتم في هذه القريه ضمن مبادره حياه كريمه بتتم في هذه القريه لمده يومين. القوافل الطبيه من الخدمات المتميزه اللي بتقدمها وزاره الصحه والسكان، من التميز بتاعها ان هي بتوصل للمواطن في اماكن تواجده. القافله بتشهد اقبال كبير، يمكن جمصه من الاماكن اللي بيبقى فيها تعداد سكاني كبير، وكل ده بيصب في القافله. ناس كتيره بتيجي تكشف لانها لاقيه مميزات كبيره للقافل، ان الخدمات اللي بتتقدم في القوافل خدمات كلها مجانيه تماما، بالاضافه كمان ان احنا بنوصل للمريض لحد عنده. النهارده في القافله معانا حوالي 12 عياده تخصصيه بالاضافه لتنظيم الاسره. الكشف بالمجان والتحليل بالمجان والاشعه بالمجان والادويه بالمجان. الدكاتره بتتعامل مع الناس باسلوب كويس. القافله فيها جميع التخصصات ان كان اسنان او باطنه او عظام، فيها حاجات كتير الصراحه حلوه. يعني ناس كتير بتيجي من البلد من هنا بتكشف، والكشف هنا كويس برضه وبياخدوا العلاج مجانا. جيت وكشفت على اولادي وما شاء الله حاجه جميله، وكل الاخصائيين موجودين وتحليل وكل حاجه موجوده، والعلاج جميل جدا. انطلقت قافلة طبية بالوحدة بمنطقة الخير التابعة لإدارة شلاتين الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 27 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نظم حزب الاتحاد الصالون السياسي بهدف المشاركة الإيجابية في حالة الحوار الوطني التي وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل صياغة أجندة وطنية للتنمية وخلق حالة اصطفاف وطني حول أهداف الدولة في هذه المرحلة. وجاءت ندوة الصالون السياسي تحت عنوان التنمية السياسية وأولويات الحوار الوطني بمشاركة عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية. تناولت ندوة تصورات المعارضة الوطنية لأجندة المشاركة الفاعلة والدور المطلوب منها لدعم القيادة السياسية في رؤيتها للتطور السياسي على الطريق لبناء الجمهورية الجديدة. الأحزاب كلها مجتمعة مع بعضها علشان تبقى ليها فكر واحد وقلب واحد، وتبقى بتساعد مش بتعارض، بتساعد بطريقة إيجابية الحراك السياسي اللي موجود وأحداث تنمية ما يسمى بالتنمية السياسية. التنمية السياسية في مفهومنا كحزب الاتحاد هي النقلة النوعية من الحالة الغير مرغوب فيها إلى الحالة المرغوب فيها، وإحنا سعداء جدا بالحوار الوطني وسعداء جدا بالحراك السياسي، لأن هو ده اللي ممكن يحدث تنمية سياسية في البلد. النهاردة إحنا مجموعة أحزاب بتتوافق في الرؤى، ليها فكر وليها رؤية وليها أيديولوجيات وليها تؤيد الدولة المصرية فيما تم من إنجازات، وتنقد بعض الأمور وسياسات الحكومة، وده أمر مشروع وموجود. صالون انعكاس لهذه الحالة واستجابة لدعوة الرئيس الكريمة بالحوار الوطني وإشارات رئاسية مبكرة طبقة الحوار الوطني بالتنمية السياسية اللي حصلة في مصر، والجزء منها كان المنتديات مؤتمرات الشباب ومنتديات الشباب، وثم تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب اللي أعطت دفعة قوية للأحزاب السياسية. ندعو لجمهورية جديدة، هذه الجمهورية الجديدة لابد أنها يتحرك النظام السياسي فيها على جناحين، جناح حزبي بسميه أحزاب المولاة، وجناح حزبي آخر بسميه المعارضة. لما إحنا بقى بنسمي نفسنا المعارضة الوطنية الرشيدة، لأن إحنا مقتنعين تماما من الهدف الأسمى للأحزاب السياسية هو دعم الدولة المصرية. وعندما أقول دعم الدولة المصرية ليس دعم الحكومة المصرية، ولكن الدعم المصرية ده الوعي الأشمل اللي هي بتشكل الرئيس، بتشكل الحكومة، بتشكل المحافظين، بتشكل البرلمان بغرفتيه نواب وشيوخ.
والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. ورجائي رمزي، أهلا بك رجائي. أهلا بك سحر، أهلا بك دينا. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. شهد وزير الكهرباء محمد شاكر توقيع عقد بين شركة سيمنز وشركة القابضة لكهرباء مصر. يهدف العقد الموقع إلى توريد برمجيات نظام التحكم وإدارة شبكة الطاقة وإقامة بنية تحتية ذكية لقياس الطاقة بمنطقة الدلتا بقيمة تبلغ حوالي 40 مليون يورو. يتم تمويل هذا المشروع من خلال هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، ويشمل المشروع عدد 10 محولات للمحطات وعدد 42 لوحة توزيع، بالإضافة إلى 100 وحدة لربط حلقي ذكي وعدد 175 ألف عداد ذكي. أكد وزير البترول طارق الملا أن المناطق الجغرافية البترولية ملتزمة بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتنسيق كامل ومستمر على مدار الساعة مع وزارة البيئة، وتوفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفريق العمل، وذلك للإسراع بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي. جاء ذلك خلال اجتماع وزير البترول مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول العاملة بمحافظتي السويس والبحر الأحمر وفقا للإشتراطات البيئية، ذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي لحل مشكلة الصرف الصناعي لعدد من شركات البترول في مياه خليج السويس. ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري ما بين مصر والدول العربية سجل 21.9 مليار دولار، ذلك خلال أول 9 أشهر من العام 2022 مقابل 18.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2021، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار بارتفاع قدره 18.9%. وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية للدول العربية بلغت 8.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام 2022 مقابل 8.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2021، بزيادة بلغت 620 مليون دولار وبارتفاع بلغ 7.6%. وإلى سوق المال مشاهدين، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات مرتفعة. ربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 951.3 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.35% ليغلق عند مستوى 14,838 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 0.89% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة. فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة بلغت 0.83% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. نبدأ بالدولار الأمريكي الذي يسجل 14 جنيها 59 قرشا للشراء مقابل 24 جنيها 66 قرشا للبيع. اليورو يسجل 25 جنيها 83 قرشا للشراء مقابل 25 جنيها 92 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني يسجل 29 جنيها 9 قروش للشراء مقابل 30 جنيها وقرشا واحدا للشراء. هذا فيما لا وصل به العملات الأوروبية والأجنبية مقابل الجنيه المصري. إلى العملات العربية، الدرهم الإماراتي يسجل 6 جنيهات 9
و60 قرشا للشراء مقابل 6 جنيهات 71 قرشا للبيع، فيما يسجل الريال السعودي 6 جنيهات 54 قرشا للشراء مقابل 6 جنيهات 56 قرشا للبيع. قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشانغ لرؤساء منظمات دولية أن النمو الاقتصادي لبلاده سوف يحظى بانتعاش مستدام، وذلك من خلال تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا المعدلة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الدولة الصيني مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو يويالا، وذلك في هوانغ تشان. وخلال المحادثات شدد لي على أن الصين سوف تحافظ على سعر صرف ثابت وبشكل أساسي، مما يساعد على استقرار سلسلة التوريد العالمية. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى الزملاء، إليكما. شكرا لك رجاء رمزي. تتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 للأطراف في كندا، ويهدف المؤتمر للتوصل إلى اتفاق حول إطار عمل عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ويجتمع مندوب أكثر من 190 بلدا حتى 19 من ديسمبر لإقرار اتفاق لوضع حد بحلول 2030 لتدمير الطبيعة ومواردها. لم يعد العالم يملك رفاهية التردد، ناهيك عن التأخر، فالطبيعة تحولت إلى كائن شرس عاد لينتقم عاجلاً أو آجلاً من كل من تجرأ وعبث بمنظومتها الدقيقة. وبات على مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي في غضون أسبوعين أن يستغل الفرصة الأخيرة ويتوصل إلى اتفاق تاريخي لإنقاذ الأنواع والبيئات الطبيعية من دمار لا عودة عنه، فكلفة تدهور الأنظمة البيئية تقدر ب$3,000 مليار سنوياً بحلول 2030. وستتمحور المفاوضات حول حماية 30% من الأراضي والبحار إلى جانب ترميم الأنظمة البيئية وخفض استخدام المبيدات الحشرية وضمان الشروط لصيد بحري وزراعة مستدامين. تمويل الدول الغنية للدول الفقيرة سيكون نقطة حاسمة أيضاً، فقد طلب تحالف لدول الجنوب بما لا يقل عن $100 مليار سنوياً لحفظ التنوع البيولوجي. اتخاذ إجراءات حاسمة أصبح حاجة ملحة، فمليون نوع باتت مهددة بالانقراض فيما تدهورت حال ثلث الأراضي، والتربة الخصبة تضمحل. كذلك يسرع التلوث والتغير المناخي من تدهور وضع المحيطات. وضعت السلطات المحلية العاصمة البرتغالية لشبونة في حالة تأهب قصوى، وحثت المواطنين على البقاء في منازلهم، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في مقتل شخص واحد على الأقل وغرق السيارات وغمر العديد من المباني. وضعت وكالة الأرصاد البرتغالية لشبونة ومنطقة سانتريم المجاورة ومنطقة الغارف الجنوبية في تحذير من الطقس الأحمر بسبب هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية. De acordo com a proteção civil, vai chovendo agora com menor intensidade. Também do João Pedro Matoso, há ali duas pessoas, portanto, que deverão estar a fazer. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مرة أخرى رجاء رمزي، تفضل. شكرا سحر، شكرا دينا. مشاهدينا، درجات الحرارة في مصر والعالم نتابعها في هذه الوقفة الجوية.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل. الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره، وذلك على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأ بالقاهرة العظمى فيها 24 الصغرى 14، فيما الإسكندرية العظمى فيها 24 الصغرى 13، مطروح العظمى فيها 24 الصغرى 13، بورسعيد 22 14، الإسماعيلية 24 12. أما في السويس العظمى فيها 24 الصغرى 13، العريش 22 12، طابة 21 14، شرم الشيخ 26 18، أما الغردقة العظمى فيها 26 أما الصغرى 15، محافظة الأقصر العظمى فيها 28 الصغرى فيها 19، أسوان 27 12، الوادي الجديد 27 10، شلاتين 28 18، أما حلايب 25 العظمى فيها أما الصغرى ف 19. لأننا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. لأن مشاهدينا نتابع وإياكم اللقطة الأبرز لهذا اليوم. We'll be right back.
هذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين. توافق مصري صيني على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والرئيس السيسي يؤكد أن مبادرة الحزام والطريق تتكامل مع جهود مصر التنموية. الرئيس السيسي يشارك غدا في القمة العربية الصينية الأولى بالرياض، ويبحث على هامشها المستجدات الإقليمية مع نظرائه العرب. للمرة التاسعة النواب اللبناني يفشل في اختيار رئيس جديد للبلاد، وبري يدعو للتوافق لحسم اسم الرئيس. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة مازال متواصلا معكم مع جمانة ماهر. مساء الخير يا جمانة، ونورتي التاسعة. اهلا بك جمانه، اليك. مساء الخير يا دينا، ومساء الخير يا سهر. الحقيقه انا سعيده جدا ان انا بصحبتكم النهارده في برنامج التساعد، وطبعا سعيده ان انا هكون بصحبه الساده المشاهدين النهارده في برنامج التساعد. معانا فقرات مختلفه، البعض منها طبعا متشابك مع الاخبار اللي تم استعراضها، والبعض كمان الاخر متنوع ولطيف، اتمنى ان هي تنال اعجابكم وايضا تنال اعجاب الساده المشاهدين. شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق. والان مشاهدينا نبدا مع حضراتكم فقرات برنامج التساعد.